ينفعش لازم تعمليه هلا. كان لازم تعملي قبل كتير منيح يعني لانه انت بتعرف انه عرفتي هلا في مرحله كتير صعبه وانت بالذات بتعرف انه لازم كتير تشتغلي قبلاتك منيح. عم اقول لك شفع فيك البرايم انه اوكي ما كنت 100% منيح بس انت غنيت غنيه صعبه وعاليه شوية طبقه وكل هود الامور شفتن انا بالنسبه لي عم بحكي بس ايفاليك ما كان كتير منيح. اوكي ناقصه تركيز. اوكي بس يلا مرتي جاي يلا شكرا ايفاليت حلوين لانه نحن هلا بمرحله الكل صار قوي والكل شاطر والكل عم يشتغل. مرتي جاي يلا يلا ثانك يو. وهي نفسي من امبارح ان انا النهارده نوميني خلاص. ليه ما غنيت الغنيه منيح؟ ما هو ده اللي انا يعني هو ايفال بالبرايم بس بالايفال إيه؟ انه ضروري تغني نسم علينا الهوا هيدي غنيه انت بتعرفي كيفك انت قديش اشتغلناها وعملناها يعني اشتغلناها بالديتاي تبعها بتكون كثير منيحه. غنيه انت مش كثير بتعرفيها ومش من الجو يلي انت عاده بتغنيك لازم تكوني درستيها اكثر. انت فكرتيها غنيه هينه نسمع على الهواء سهل الممتنع. كان 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 فيها ايه؟ كان يعني ركوزات أو اول شيء الايقاع ما خدمك يعني ان هي غنيه سريعه ونفسك ما ساعدك. طريقه المغنى يعني مش هيدي الغنيه اللي بدينينا يعني وانت ما كنت انه 100% مرتاحه يعني مش هي مش هيك هيدي بدها تطلع تغني بكونسير تبعها. بعدين الكونسير يعني بدك تعطينا اتيتيود بدي اكون طالعه انا حسس الناس انه هيدا كونسرت انه انا يعني في رهبه للكونسير مش هيك بطلع عادي كان عم غني بحفله بالضيعه او حفله صغيره او وانت ببعلبك على اساس يعني انه خبطت اكبر مسرح. لا عرفت قصدي يعني بدنا نعطي المسرح جو ورهبته يعني انا وقت بكون عندي كونسير يعني كيف حتى بدي فوت كيف بدي اوقف شو بدي بلش غنيه الافتتاح اهم غنيه بالكونسير بدنا اغنيه فعلا كون انا متملكتها بعرفها حافظتها بقول هيدي احلى غنيه بغنيها بحياتي. انت بايفال اليوم ايفال بعد في يعني بس اثنين ايفال يعني العاليين ده انا عملت كل حاجه وطلعت ده انت ما عملتش كل حاجه شديت رجعت امبارح على هاي القصه اللي قلت لك اياها من 3 اسابيع تتذكرها يا حبيبي مش عم تسالني عم اقول لك لا لك مش لقلي انا ما بتفرق معي حسيت ان انا ايه بس انا قلت لك ولا مره على ورا وعم بتشد من هون كنت وفي كتير نزال كان بالعالي ما هو نزال احنا كلنا جايين ماما اللي بتسمع صوتي ايه بس انا عم بحكي بالمرض يعني ده مرض ما لوش علاقه انا مريضنا شو بدنا نعمل ده مرض ده مش 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 انا اللي لا لا بس كان في شد شوي بالعالي في اشياء من التكنيك يعني بس انه اوكي في مرض بس في اشياء مش من المرض بس انه اوفرول كان منيح بس انا هولي ما بقى بدي اسمعهم لانه تونايتيت عمي حالك هون كورال ايه؟ وي وي اسمك تشارلس مروان شو بك انت في شي زعجة؟ بس بدك او تجلس او توقف كرمال تركز وينك حبيبي وينك موتني شوقي وينك حياتي صعبة صارت مشتاق عيني لعينك حياتي صعبة صارت مشتاق عيني لعينك مني شوقي لك دبت لا بدك تعطيني فول فويس بس عم ترندحهم شوي ده. اوكي بس تسمع الامبريسيون تبعها كلها شو هلا هون صفاء هون شوي واطيه بس هون بيطرح بيوصل مطرح عالي ما هيدي يا شوقي لو تدري ما مشان هيك ما علي بس انت اعتبر انك عم تحكيها بتبطل تحس فيها واطيه عرفت يعني اعملها سبيتش ليفل سمعت اغنيه البرايم بكره بنحكي فيها بكره بليز أصلاً هلا عندك غنية تانية بدك تروح تسمعها مع كارلا ما رح قول معه شوي افتحها يا عمري يا حبي من شوقي إلك دبت متت لأهله لشوقي رحمني لا لأنت تفهمني أريد والشوقي دبت متت لأهله يا عيني يا قلبي
لا فيك تعملها كان، انا برايي اذا بتاخد شبار فيك تسيبهم شوي. تارارارا عليك يا عاديات ريحني. بس انا بعرف صوتك. وينك حبيبي وينك؟ موتني شوقي وينك؟ معلي بس هلا العاليين اعمل لي هون فوق. يا عمري يا حبي من شوقي الك الك دبت افتحها دبت لاقيين بضايقوا فوق بضايقوا كثير. انت لانك مسكرهم وحده بدك تعملها يعني ما بتعيدهم كلهم بس اتليست وحده بدك تعملها. هلا عملتها مروان هذا العالي هذا العالي عم بسخرني. بس انا اذا ما بتسمعني اياه هون ما بعرف شو بدي اعمل فيه. مش قادر اقوله مش قادر. هلا قلتها مش هيك بس يعني مش هيك. طب ما اذا بتعملها مره وبتفلتها شوي لاقدر ساعدك فيها. وينك حبيب عيوني عليك تبكي عيوني اموت انا من دونك وانت تموت من دوني. غني معه هلا اذا فيك بس على الواقف خد سبار على الواقف مروان حبيبي لك لتاخد سبار. طيب يلا خد نفس مزبوط. يا عيني يا قلبي يا عمري يا حبي من شوقي الك دبت متت. مروان كمل بليز حنان حنان مش كرمال شي كرمال بلش ارتاح فيها. والشوقي الك دبت هتطلع فلسطه ما عم بتسكر. افتح مثل ما عملنا هذيك الجمعه. اذا هيدا بتستعمله لتغني شفت ما لا سوبر ما بيكون سوبر الصوت هون بيكون سوبر هون. طب انا قبل ما بلش اغني عم بعمل نفس الشيء يعني عم باخذ نفس تطبقهم بالمغنى لانه انت اول ما عم بتبلش جملتك دائما بالغنى وقلت لك اياها مش اول مره عم بتسكر تشست من اول جمله سوري من اول كلمه بالجمله بدك انا قاعده على النفس ما في شيء بيتحرك. قاعد على بطنك يعني؟ قاعد على الديافراغ مع البطن وعلى الضلوع. لا ليش 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 النفس من هون؟ لا اوكي بس النفس ما بدي اسمع صوته هيدا شغل. مروان لما بدك تاخذ نفس صار لي من قبل البرايم 1 بقولها بدي اخذ نفس بلا صوت ودائما بتفكر عم بفتح الحنجره. لونج على السنين وبقعد على البطن وعلى الضلوع. افتحهم افتحهم دفشهم لبرا كله دفش لبرا. فوالا البطن دفش لبرا يعني البطن لهون والظهر لهون والضلوع دفشين لبرا. اوكي اوكي وقعد عليهم نفس بلا صوت رجع عيد. عم بهلك ما تفتح تمك كثير ما بدك هالقد حتى لو اخذت من منخارك تاخذ صح. اوكي بس عروة اقعد ايه ما تحرك شيء هتشد على سنينك رخي والهواء بيقطع بالنص. كيف الدنيا عمرك ما تجي شوف حالي من تطري عدي شنو الميكروفون الاماكن 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 اه الاماكن الاماكن كلها مشتاق لك مشتاق لك. اوكي عيد من الاول بليز اعطيني باور واعطيني كل صوتك وغني. اوكي اوكي ما تخافي يعني مش عم بتنبش على الغنيه انت بتعرفيها منيح الغنيه. الاماكن كلها مشتاقه والعيون اللي نرسم فيها خيالك والحنين اللي اوكي بتحس بدك تعلي شوي او هيك منيح؟ انا حاسه اني مش مرتاحه بس مش عارفه ليه مش عارفه بتحب تعليها شوي بعد؟ بنجربها اعلى بعد درجه؟ انت حاسه واطيه؟ انه انا بشوفها بتحمل شوي ما هيك؟ هي في حاله قرار واطيه بس هي الفكره في حته الاماكن رارارارا الأماكن هي أعلى شيء ما هيك؟ الأماكن 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 كلها مشتاقة لك
بشوف انه بركة بجربها مش تخسري حاجة يعني هلا رح نخلي هيك بس رح نجرب واحدة بلس وان يعني لا 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 والعيون اللي نرسم فيها خيالا الأماكن 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 كلها مشتاقة الأماكن الأماكن أمال دي منين دي مره الأماكن كلها هيك خليها هيك ورح نجرب واحدة بس تجربة أوكي 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 فتحت أمك وأنا زعلانة منك امبارح بالإيفال اللي متخبيني على الإيفال أوكي بس شو صار معك أنا قلت إنه شكلك تعرف شو علقت بعد الإيفال إنه شكلك كنت ضايع مش عارف أي غنية بدك تغني فتغنيت هيك نيمبورت كوا مش يعني اللي غنيتها مش حلو يعني انت كنتي باسور انه هاي الغنية اللي انا بدي غنيها لا بقى هي الطبقة هي والطبقة كتير يعني ما خدمتك كتير عم بتفكر كيف بدك تقول النوت العالية بعدين هي هديك فازي ممكن نجرب حاسة اني مش مرتاحة مش عارفة ليه في الطبقة ولا القعدة نص على المسرح مثلا بس عمرها ما تقل صح؟ مش حلوة لو قلت مستحيل صح؟ بعد ما نوطي الطبقة في عندك يا جماعة انتوا عم بتشوفوا انه على المسرح عم بتكونوا مرتاحين كتير اكتر ما بدي اياكم تخافوا شفت كيفك انت شو كانت حلوه قلتي على محل مين جون كيف كانت هذيك يلا فازي روح حضريا هذيك الثالثه تبع ما عارف الجو يلا غني قالوا لي انا بالنسبه لي لو ما كنت مغنى اجازه حلو كتير كنت يعني كنت مخوطره القصه ايه دغري بتسعى علي وجهك حط على الكرسي شنط اوفر لابوش بكي عيني ولا حتكلم خلص طارك طفي طارك من اللي شفته قبل مني مش حقول انك ظلمني حتى لو ضيعت عمري برافو عباس انه بتعرف ليه عباس هو مشترك بالبرنامج يعني بس انه كتير بهمه انكم انتم تغنوا منيح مش انه عم يتسمع هذاك خيل لا اصل عشان خاطر فوق كنا يعني لا لانه انا برافو عليك انه انت يعني بهمك انه يغنوا حلو يعني عاده نحن بمنافسه هلا لا ما كل واحد ياخذ كل واحد ياخذ نصيبه نصيبه بالحياه بس انا ما لي فينا اه طبعا لا فينا اقول لك انه هيدا شغله انا يعني بقدر قد ايه انت بتحب الفن هيدا اللي بيحب الفن هيك بيعمل انا اخوه صغير مش بس انت انا ملاحظ على الكل يعني بيهمه انه تكونوا عم تغنوا حلو هلا انا بسمع المكان بس انه الورد جميل الورد الورد جميل جميل الورد الورد جميل ولون أمورها عليها دليل من الأشواق إذا أهدى حبيب لحبيب يكون معنا هون اسمعوا شاطرين مروان اسمع قلت لها شوفت يا روح يا روح الروح من شم هواك عمره ما ينسى يا فل يا روح يا روح الروح
شم هواك عمره